مالك خالص؟ ارتعت يا عربي؟ خدت الواد وضيعته؟ وديني محاسيبك. المحكمة اللي حكمت لك بالواد هي اللي هتحبسك. صلى على النبي يا حاج، صلى على النبي، الراجل خارج من حادثة أنا مش وقت الكلام ده. ما بقاش خيري منصور. إن شفت يوم عيد في حياتك بعد كده يا عربي الكلب، اوعى. معلش اهدى يا عربي وهدي نفسك، ابنك هيرجع لك بالسلامة إن شاء الله. ضيعت ابني يا صلاح، ضيعت ابني. يا ريتني سبته يا أخي يروح لجده، يا ريتني سبته. طيب يا عربي يا أخويا، ما ينفعش تعمل في نفسك كده. أقول لجده إيه لما يشوفني؟ أقول لجده إيه بس؟ نعم؟ أكيد هيشمت فيا ويقعد يعايرني إني ما عرفتش أحافظ على الواد بعد ما المحكمة حكمت لي. طبعًا. عربي يا عربي، جد الواد جه وقال لك كل الكلام اللي انت قلقان منه يا عم عربي. نعم يا ابني، لسه جد الواد هنا كان معانا دلوقتي وزعق لك وقال لك كل الكلام اللي انت قلقان منه ده. يعني انا خدت الطريحه خلاص؟ اه الحمد لله. هات الكيس ويلا بينا صلاح. يلا بينا. ما كانش يومك يا اخويا. دماغ يا صلاح. سلامتك يا حبيبي. نفوخ يا صلاح. معلش يا حبيبي، اقعد يا اخويا. يا ريتك مت قبل ما تشوف اليوم اللي تبقى فيه كده يا عربي يا اخويا. يا ريتك تتص من سواق مقطوره سكران ما يعرفوا اللي امك من الحته. امال في السعد يا صلاح. معلش يا عربي يا اخويا، ما تاخذنيش مش داري بنفسي من قلبي يعني وقلبي وكلنا عليك. بص يا عربي، ركز معايا شويه يا اخويا. ها ده حمامك وصابونك وفوتك وبشاكيرك وحلاقتك ومكنك، ماشي؟ ماشي. وده مطبخك وحلالك وسكاكينك وبصلك وتوابلك وكفتتك وعيشتك كلها، والناحيه ده اوضه نومي وشبشبي وكوفرتتي والحافي، واتغطى لما اتبرد. خلاص يا صلاح هتعرفني على بيتي؟ انا فاكر كل حاجه كويس. اه صحيح، انت فاكر كل حاجه قبل الحادثه ومش هتفتكر حاجه بعد الحادثه. الدكتوره قالت كده. الدكتوره؟ دكتوره مين يا صلاح؟ دكتورة بطون اللي قابلناها واديتك الكارت بتاعها في جيبك. بطون الجمل؟ ايوه. انت عارف انا اللي حاسس في نفسيتها صلاح؟ ان انا نفسي كل حاجه وفاكرك انت بالذات. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا مش عايز بقى اسيح في الحته اللي جرالي عشان صوره العرب. في ايه يا عم عرب؟ الكلام اللي انت بتقوله ده عرب؟ ما سخرناش يا اخي. ايه عرب الكلام ده عرب؟ معقوله كده يا عربي؟ استغفر الله العظيم يا رب. الو عم شحاته، ازيك يا عم شحاته؟ اه طبعا فاكرك. قالوا لك ان مخي اتفرمط. مين اللي قالك عم شحاته؟ صلاح. كده برضه يا صلاح ما تجيش تاخد اخوك اول يوم وخارج من المستشفى. ايه اللي حصل في الدنيا يا رجاله؟ يا رب يا رب استرها معايا يا رب. انا واحد مش فاكر اي حاجه خالص. ده مين اللي بيخبط على الصبح ده بس؟ حمد لله بالسلامة يا عربي. ازيك عم دالي؟ وازاي سعدية مراتك؟ لا من حقها، هي ولدت ولا لسه؟ لسه، ادينا مستنظرين الفرج. كنت عايز والنبي منك الايجار لحسن الحالة ضنك قوي. خد ماشي حالك بالخمسين جنيه دول. ماشي ماشي يا عربي. سلام يا عم دالي. مع السلامة. سلام يا عم دالي. الله يسلمك. ده مين اللي بيخبط علينا الصبح كده؟ الحمد لله بالسلامة يا عربي. الله يسلمك عم دالي. ازيك وازاي سعدية مراتك؟ الا بالحق هي ولدت ولا لسه؟ لسه مستنظرين الفرج. كنت عايز منك الايجار والنبي لحسن الحالة ضنك قوي. ماشي حالك بالخمسين جنيه دول. ماشي يا عربي. السلام. سلام يا عم دالي. الله يسلمك.
الو. ايوه عربي. مين؟ ما تسالش كتير، احب اطمنك ان حسن ابنك معانا. عارفين لو عملتوا حاجه في الواد ده انا اهدى يا عربي، ابنك كويس، هتنفذ اللي هنقول لك عليه، هنرجعه لك وفي بوسه. استنى مننا مكالمه خلال اليومين الجايين دول فيها كل التعليمات. الو. الو. ايوه عربي. مين؟ انا الرائد لبيب اللي بحقق في قضيه خطف ابنك. بص لي من البلكونه، انا واقفك تحت اهو. انا اهو يا عربي. ازيك يا باشا؟ معلش بقى الصراحه انا مش فاكرك خالص. انت هتفتكرني ازاي يا عربي؟ انت اول مره تشوفني اصلا. مهم، قول لي في اي حاجه جديده حصلت؟ حد كلمك اتصل بيك بتاع؟ ولا حد عبرني، لا باب خبط ولا جرس تليفون رن. طب انزل لي يا عربي، انزل، انا واقف مستنيك، هنروح مشوار سوا مع بعضينا. حمامة يا باشا، حمامة. انت مين اللي جاي على الصبح ده؟ الحمد لله بالسلامة يا عربي. الله يسلمك يا عم دالي، ازيك وازاي سعدية مراتك؟ اللي بالحق هي ولدت ولا لسه؟ لسه، ادينا مستنيين الفرج. كنت عايز والنبي منك الايجار، لحسن الحالة ضنكة قوي. والله عندك حق، انا تقلت عليك خالص. معلش بقى يا عم دالي، اخر 50 جنيه معايا، استحملني شويه. ماشي ماشي يا عرب. سلام يا عم دال. الله، الله يبارك لك. سلام يا عم دال. ايه الزهق ده؟ نشوف الواد صلاح فين. عربي عربي عربي. مين يا باشا؟ انا عربي. حد بالاسم ده؟ انا كنت بكلمك في التليفون. ادوخ. والله العظيم ما عملت حاجة يا باشا، والله ما عملت حاجة. ايه يا عرب الفيلم الهندي اللي انت عملته ده؟ لازمته ايه كل ده؟ ما عملتش حاجة. ما انا عارف يا ابني انك ما عملتش حاجة. تعالى يلا اركب. يلا فين؟ يلا بس. انا عايز اعرف انت جايبني هنا ليه؟ ايه يا عربي؟ المكان ده ما بيفكركش بحاجه؟ طبعا بيفكرني، ده مكان الحادثه. جميل، عايزك بقى تمثل لي ايه اللي حصل يوم الحادثه بالظبط. امثل لك؟ انت جايبني المشوار ده كله عشان نمثل؟ ولا بقول لك ايه، لو عايز ابنك يرجع لك يبقى تعمل اللي بقول لك عليه بالظبط. امسك. استنى. ولع. تشكر يا ذوق. مين سيادتك؟ أنا الرائد لبيب. أيوه، مين الرائد لبيب؟ باشا أنا ابني مخطوف في النبي ومش ناقص. ما هو أنا بقى الرائد لبيب اللي بيحقق في قضية خطف ابنك. أنا مين؟ الرائد لبيب اللي بيعمل إيه؟ تمام. بيحقق في قضية تمام. خطف ابنك. تمام. ها؟ تمام يا باشا تمام. ابقى تملي فكرني بس، أنت بتوه مني. اتفضل قول لي إيه اللي حصل في الحادثة بالظبط. حاضر. بص يا باشا، خليك في إيدي عشان ما تتوهش مني. هما دخلوا من هنا سيادتك.